بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد. منذ لحظات أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط من انطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين والحاضرين هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الحية والمباشرة هنا من واقع هذا الميدان. شوطنا العاشر خصص للجعدان، هناك المركز الأول مشعل عبد الله بن عبيد بن خليفة الساحر الاجتبي، نقلتنا على المركز الثاني الجداف لجمال بن راشد بن جاسم الجارف جمال بن راشد بن جاسم مسافري، ثالثا هنا يأتي القفاي سلطان بن راشد القمزي، وفي المركز الرابع هناك شعار بن غرير ما شاء الله مع رعد عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي، وفي المركز الخامس هناك شاهين خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. السادس المراكز من يأتي في هذه اللحظات بتران لسان بن مبارك بن زعيتر العامري، وفي المركز السابع هناك الحذر راشد بن سعيد الهاشمي، وفي المركز الثامن هنا سراب عبد الله بن علي بن واس، والتاسع المراكز ما شاء الله نبه سلطان بن محمد الملعي. هكذا كانت نتيجتنا مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، المراكز دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام، ونحن دائما نتمنى إن شاء الله كل ما هو جديد هنا في هذا العالم الساحر، هذا العالم الرياضي الجميل. 1400 والمتبقي من هذه المرحلة ومن هذه المعركة الجميلة، هذه المعركة المميزة. الله يا سلام يا سلام يا مشعل، يا سلام يا بالساحر، يا سلام يا بالساحر، من يقدم هذا القعود على المركز الاول عبد الله بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، يا سلام من زعيتر يقدم بدران لسالم بن مبارك بن زعيتر العامري، وصل رعد هنا بشن الرعد وبيدندن هنا عبد الله بن سعيد بن غرير الاجتبي، ثالث المراكز النقل على المركز الرابع شاهين خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس يأتي فيه القفاي سلطان بن راشد بن سلطان القمزي. ها هي النتيجة مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، نبح أيضا سادسا سلطان بن محمد الملعاي الداعم الرئيسي لهذا الشعار. يا سلام يا الملعاي، ولكن بسير هناك، بسير مع المركز الأول، بسير عند المقدمة، أرى بالساحر عنده علوم طيبة، عنده علوم السر ولا الضر إن شاء الله، عنده علوم ناموسية حماسية. عبد الله يا بالساحر يا الداعم ما شاء الله، عبد الله بن عبيد بن خليفة الساحر هل اجتبي، هل العوير، هل العوير، هل العوير يتفقون هنا مع هذا الاسم الجميل، هذا الشعار الذي تألق بدران من الجانب الثاني لسالم بن مبارك بن زعيتر العامري سلطان هنا مع القفاي بن راشد بن سلطان القمزي. هكذا كانت نتيجتنا للمراكب، دعناها عليكم بالوفاء والتمام، ونحن في طريقنا هناك إلى الله يا القمزي، غير القمزي، سيطر على مقدمة الشوط، سيطر على المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة. بسم الله ما شاء الله، سلطان بن راشد بن سلطان القمزي، سلام تحية واحترام لمالك هذا الشعار. هاي لحظات وصول المركز الثاني لسالم بن مبارك بن زعيت العامري، المركز الثالث عبد الله بن عبيد بالساحل، المركز الرابع راشد بن سعيد المدهوشي، المركز الخامس ايها الاخوة للسيد خليفة بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. 4 دقائق التوقيت 36 44 جزء الثاني، تهانينا والناموس.